مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم الطبق اللي حنعملكم إياه جدا لذيذ وطيب، وجبة كاملة فيها فيتامينات وبروتينات ما شاء الله عليها، صراحة تحفة وطعمها كتير طيب. مكونها الرئيسي اللي هو اليقطين أو القرع. رح نبدأ بتحضير الوصفة. هون المكون الرئيسي عندي اللي هو اليقطين أو القرع، البامكن قشرته وعملته مكعبات بهذا الشكل. طبعا رح نحتاج للحمة، هون عندي لحمة خروف بالعظم، عندي فلفل أحمر وفلفل أخضر، بصلة، حمص، عندي الطحينة والزبادي والليمون للصوص، عندي كزبرة وثوم، آخر شي رح نحطها على الوجه. وهون عندي مجموعة بهارات، عندي هون قرفة، زنجبيل، هيل، فلفل أسود، كركم، بهارات السبعة، قرنفل، كمون، كزبرة، ملح، بابريكا. والبهارات اللي انتو بتفضلوها ممكن تحطوها، يعني ما تتقيدوا بهاي البهارات. هلا اول شي راح نطبخ اللحمة مع البهارات. هون حطيت زيت زيتون وزبدة، راح احمص فيهم البهارات، كمان راح احط ورقة غار. هلا بعد ما ساحوا رح احمص البهارات حتى تطلع ريحتهم، بعدين انزل عليهم اللحمة. اللحمة طبعا انا بنزلها بالتدريج، ما بنزل الكمية كلها مرة واحدة، والنار طبعا تكون وسط. انا بس بدي انكه اللحمه بالبهارات. هلا بين ما تشوح اللحمة معانا، هون انا حطيت زيت الاير فراير، رح احط كمية اليقطين واحمرها هون، يعني صحي اكتر. لو مش متوفرة عندكم ممكن تحمروها بالفرن على شواية الفرن. بس اللحمة تشوحت راح انزل عليهم البصل، وكمان ادبلهم شوية مع اللحمة، بعدين راح اغمرهم مي سخنة او مغلية واتركهم لحتى يستوي. هلا بين ما يستوي اللحم رح احضر الصوص. حطيت اللبن، رح احط عليه الطحينة والليمون، وبدي كمان شوية مي، هي عصير الليمون وشوية مي. وهلا بدي اخلطهم
بالخلاط. بعد ما حمضنا اليقطين رح اضيفها اللحمة. اللحمة ضايلها شوي صغيرة وبتستوي يدوب يعني. بعدين رح احط الحمص، طبعا الحمص مطبوخ وجاهز، وكمان رح احط الفلفل الالوان ورح احركهم بس اخليهم شوي يعني يدوب كم من دقيقة وخلاص بكونوا استووا. هلأ حميت زيت، بدي أعمل الطشة أو التقلية أو شو بتسموها انتو. بحط الثوم والكزبرة، بحمرهم بديرهم على وجه الكزبرة. طبعا اليقطين لا تخلوه يطول على النار، يعني هو يدوب ربع ساعة بكون استوى، لأنه أصلا مع التحمير يعني أخذ تقريبا مدة كويسة يعني للسوى. وفي النهاية طبعا بعد ما نخلص راح نضيف عليها الصوص الأبيض اللي حضرناه على البارد. بإمكانكم يعني لو ما بتحبوه ممكن تستغنوا عنه، بس هو صراحة أعطاها مذاق كتير طيب. طبعا الأكلة هاي بتتاكل مع الرز الأبيض، هون أنا عملت جنبها رز بشعرية. ما شاء الله تبارك الله، الأكلة كتير طيبة ولذيذة. شوفوا جمال الألوان، يعني الألوان لحالها بتحكي، والطعم طبعا يعني ما بدي أحكي لكم شو طيبة ولذيذة. فبنصحكم تجربوها وانتو بنفسكم احكموا عليها واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا تعملونا لايك وشير، واللي ما اشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.